خليك في ظهري يا دكتور ياسين. نزل يا حبيبي البتاع اللي في ايدك ده بلاش هبل. خلينا اسلم على ابن عمي اللي وحشني. انا مش جاي اتخانق ولا جاي اعمل مشكله. انا جاي اقول كلمتين وكل واحد فينا يروح لحال سبيله. خليه ينزل الفرد اللي في ايده ده عيب. مش عيب تبقى دكتور محترم وملوي هدومك وتخطف عيل صغير عشان تلوي دراع ابوه الغلبان. ما الغلبان ده قتله قتله زيك بالظبط ولازم يتحاسب. طب ما انت كمان قتله قتله. ترضى ان حد يخطف بنتك عشان يلوي دراعك؟ انا ما قتلتش حد وانت عارف كده كويس. انا ما اعرفش غير الكلام اللي بتقوله الحكومه. والحكومه بتقول ان انت قتلت بدل المره مرتين. انت برضه ما جاوبتنيش. ترضى ان حد يخطف حبيبه؟ ما تدخلش حبيبه. حبيبه ملهاش دعوه باللي بينا. ولا ابن عجوزه له دعوه باللي بينا. الواد يرجع بيته للنادي. وعجوزه نفسه ما حدش له دعوه بيه. ما حدش يتعرض له. انت جاي تمل شروطك علينا. طب ايه رايك بقى؟ مش هيشوف ابنه الا لما يروح يعترف بالحقيقه ويبرئ الدكتور ياسين. ايه رايك يا عجوزه؟ تحب تروح تعترف عليا؟ انا افتيك برقبتي يا كبير. بس تصدق بقى لو راح واعترف عليا مش هقدر الومه. ما اقدرش اجي جنبه. عارف ليه؟ عشان الضنا غالي. بس انت كمان يا دكتور ياسين لازم تبقى عارف ان محدش بيتعدم مرتين. يعني ايه مش فاهم؟ يعني هي مشنقه واحده وهتعلق فيها مرة واحدة. سواء كنت قتلت نسمة لوحدها أو قتلت حبيبة معاها. لو لمست شعرة من حبيبة فروها أقتلك. ولو ابن عجوزة ما باتش في بيتهم الليلة دي يقول على بنتك يا رحمن يا رحيم. على فكرة بنتك عندي في البيت دلوقتي. خطفت حبيبة من أمها. ليه؟ وأنا قلبي ميت زيك عشان أعمل كده. حبيبة عندي في البيت هي وأمها. بس أنا ما خطفتهمش. دول جم بمزاجهم. أصل أنا وهند اتفقنا نتجوز. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ والله ليك حق ما تصدقش. بس هو ده اللي حصل. أنا رحت الهند وطلبت إيدها وهي وافقت. الظاهر إن هند كان عينها مني من زمان. بس أنا اللي كنت عبيط ومش واخد بالي. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.